مصلحة المواطن. لحظات ويفتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس لمجلس الأمة. موسيقى الحرس الأميري أدت السلام الوطني وسموه حفظه الله يصافح لجنة الأسنة التي يعيشها أبناء هذا الوطن. سموه حفظه الله يأخذ مكانه وفي معيته سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيد سالم عبد الله الحماد حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإلقاء النطق السامي لافتتاح هذه الدورة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بعون من الله سبحانه يفتتح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلس الأمة. إخواني، بين لقائنا هذا ولقائنا السابق شهدت أرضنا العربية أحداثا جسام، منها المذابح الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل وعملاؤها ضد المدنيين العزل إلى أيد آثمة لاحقت أبناء الكويت الذين يحملون رسالتها إلى العالم إخاء وسلاما وتعاونا. فمنهم من نجا ومنهم من اختاره الله سبحانه إلى رحابه شهيدا. وكأن العرب المسلمين لم يكفهم ما يلقونه من أعدائه فأضافوا إليه الحروب الداخلية والمؤامرات والاغتيال. إخواني، على الصعيد الداخلي حدث اندفاع غير محسوب نحو الكسب السريع تحت مظلة الاقتصاد الحر. ألزمنا أن نتخذ موقفا يجمع بين حماية المجتمع والاقتصاد الوطني في أمور من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. إخواني، لنجعل غدنا أكثر ازدهارا من حاضرنا مهتدين بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والسلام عليكم ورحمة الله.